دكتور رئيس نجيب ميقاتي، مبروك. بس هالمبروك هالمرة أصعب بكتير من غير أيام. اليوم جاي على وضع بالبلد كتير صعب، وضع اقتصادي انهيار. أنت كنت عم بتقول حريق، يمكن نحن بقلب الحريق. اليوم مهمة كتير صعبة. صراحة هالموضوع نحن كلياتنا شايفينه من فترة زمنية، من بعد 17 تشرين والكورونا وأربع آب، كل تراكمات حصلت، كل ما دهورت الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي في البلد، وكنا شايفين أنه نحن رايحين على مزيد من التدهور، حتى درجة كلمة بقدر أقول بصراحة أنا أيلا بقول لا ننقص قبل الارتطام. أنا كان عندي تشبيه عن 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 بوسطة نازلة عم تتركب بالوادي، ما حنخلص منها إلا ما يصير ارتطام بقعر الوادي. وكنت حقيقة داعم الرئيس سعد الحريري الدعم الكامل لتشكيل حكومته، كل هالفترة كنت جنبه لأني كنت على قناعة إنه لديه الإمكانيات وفريق العمل، وهو بقوته التمثيلية باستطاعته إنه 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 يقدر يعمل تغيير نوعي. وكنت عارف انه الوضع صعب جدا، وكنت انا دائما اقول انه الرئيس حريري ما لازم يعتذر لانه هيدا انتحار سياسي، واصريت انه الرئيس حريري ده اللي مكمل. بس وصل لمرحله الرئيس حريري ما بيقدر يضل معطل البلد كذا شهر، 7-8 شهور، الذي هي 9 شهور يضل معطله بهالطريقه. حسه الوطني جبره انه 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 يعتذر. حتى بعد الاعتذار بثلاث اربع ايام انا شخصيا سئلت، قلت لهم اعوذ بالله، ولا يمكن لا. وانا عم بسالك هلا ليه قررت تمسك هالكيس المر؟ بس بعدين وقت بعد بدعم وتعاون مع الرئيس حريري والاتصالات اللي صارت حتى المحليه والدوليه، اعطتني نوع من دعم ورياحه انه لازم حدا يقدم على 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 توقيف هالانهيار اللي عم بصير. وقد ما فينا نأخر الارتطام بإذن الله انه ما يصير ارتطام لحين وضع بالمنطقة نشوف يكون صفة اجلى من هيك. هيدا اللي خلاني حقيقة اني 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 وافق لما انا قبل قلت انه بدي الدعم الدولي بعد اعتذار رئيس حريري، وبدي بالداخل يكون في نوع من 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 وفاق علي وتشكيل حكومة حقيقة تكون من اختصاصيين. أنا لأني أعلنت مرة بمقابلة تلفزيونية، قلت أنا مع حكومة تكنو سياسية. قلت هذا بأيلول الماضي، بسبتمبر الماضي، فكان للانتخابات في سنتين، هلأ نحن على 7-8 أشهر على الانتخابات، فبالتالي ما بقى أقدر أعمل حكومة تكنو سياسية. بدي أعملها تقنية بحتة لحتى تقوم بأمرين أساسيين. أول أساس هي إعداد كل المراسيم والقوانين، المراسيم التنظيمية والقوانين اللازمة لنوضعها محل التنفيذ لحتى نمشي بالمبادرة الفرنسية. ونحن اليوم بإيدينا هالمبادرة، والمبادرة معظمها موافق عليها، والمبادرة حقيقة بتساعد لبنان من النهوض منه. والفرنسيين يعني أنا متأكد بدون ما يكون عندي شيء ضمان أكيد، متأكد أنهم متحمسين لحد لهالموضوع، متحمسين أنه مع بداية تطبيق المبادرة الفرنسية حتكون في مساعدات بكل قطاع لازم يكون فيه. قديش في ضمانات من الخارج لتسهيل هالمهمة ولدعم حكومة نجيب ميقاتي ودعم لبنان؟ لقيت أنا أنه في رغبة عند كل الدول، يعني آخر بعد الاعتذار، برجع بقلك لأن قبل الاعتذار أنا ما كنت مفكر أبداً. بعد الاعتذار والتعاون والاتصالات اليومية مع الرئيس سعد الحريري والاتصال مع كل الأطراف حتى الأجنبية، لقيت إنه في نوع من تأكيد إنه الضمانات حاصلة، خاصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة. الإدارة الأمريكية الجديدة ما بدها يخبط لبنان، ما بدها يفرط لبنان. هذه لمستها أنا بعدة محل مراحل بالقراءات اللي عندي، لمست انه حقيقة الإدارة الأمريكية بهمة يدل لبنان وقف على إجري. عم بتقوم بمساعدات للجيش اللبناني كبيرة كتير، ومش أول مرة. الجيش اللبناني هو خامس جيش خارج الولايات المتحدة بياخد أكبر قيمة من المساعدات المالية والمساعدات بالعتاد وكل شيء. بلشوا يجمعوا ويعملوا مساعدات اجتماعية من مواد غذائية وغيرها.
لأنه ما بيقدروا يعطوا كاش. فرنسا عندها مشاريع إذا نحن قلنا فيها. نحن جينا هلأ 850 مليون دولار حقوق السحب الخاصة كمان هيدي بتساعد. هلأ هيدي بتساعد لنعطي الناس وبدنا نساعد كمان لنعمل كهرباء. لازم نعمل معامل كهرباء ونقوية ومنها صعبة. والدول العربية هون بأكد لك وعلى رأس الكويت هي مستعدة أن تأملنا بهالمعامل فوراً والدفع على المدى الطويل. فبالتالي نحن تخيلي إذا قدرنا عملنا الكهرباء قدرنا الدولار صار مستقر بلشنا بمفاوضات مع الاي ام اف. مع الاي ام اف الاي ام اف كان يقول بالزمان بدكم تحرروا سعر النقد وبدكم توقفوا الدعم. حقيقة هلأ عمليا وقف الدعم وعمليا سعر النقد صار حر لدرجة ما. فبالتالي هذا كله بيساعد وبيسهل الموضوع. طبعا عندنا القطاع المصرفي. القطاع المصرفي حتما عنده صعوبات والصعوبات مش من ادارته ولا منه. الصعوبات من 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 اللي صار مع البنك المركزي والفوائد العالية وهالموضوع. هيدا بارت لوحده انا بعتقد كمان بينلقى له حل. الخطه عندك موجوده والمشاريع كلها موجوده، بس اليوم هل بقعدتك جلستك مع الرئيس عون قدر يعطيك ضمانات لتسهيل تأليف الحكومة وما بقى نضيع وقت؟ هلا بقول لك صراحة إني أعطاني ضمانات، بس شعرت إنه الرئيس عون جاد بإنقاذ ما تبقى من البلد بعد الكوارث اللي صارت فيها، وهو مراهن على الحكومة إنها تكون حكومة جيدة، خاصة إنه أنا والرئيس عون يعني أنا متمسك بالدستور، أنا متمسك بالطائف، وهو بيقول لي أنا كمان متمسك وبيقول بالاتفاق بين الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. حتما بدنا نشوف، بس أنا بقول لك إنه الموضوع لازم يعرف الكل القاسي والداني إنه رئيس الوزراء مش وزير أول. رئيس وزراء هو رئيس فريق عمل، هو قائد هالفرقة اللي بدها تشتغل ليل نهار. ما بيقدر هالفرقة تكون لكل واحد عنده انتماء محل معين، بده يشتغل كلياتنا نشتغل كفريق عمل للانقاذ بهالبلد. اذا شعرت انه هل شيء ما صار بقول لك يمكن ما يكون في نصيب اقدر اكمل اذا لقيت انه صعب نعمل هالفريق العمل. بدنا هو اليوم اكد فخامة الرئيس انه نحن حقيقه بدنا نلاقي الاكثر شيء ناجحين اكثر شيء. قلت له الاسم مش مشكله، الاسماء كل اسم في 1000 اسم نتفق نحن سوا ونقدر نمشي. بلغته انه انا مستعجل وانا ما بقدر اترك البلد فيلتي هيك بهالطريقه. شو المهله الزمنيه اللي عطيها لحالك؟ قلت له انا بكره عندي استشارات نيابيه بمجلس النواب، فور انتهاء الاستشارات انا هطلع بعبده واطلع فخامه الرئيس وبلش الشغل. قلت له بلش الشغل لانه ضروري ان نقدر ننتج حكومه بفتره زمنيه معينه، ما بدي اسر حالي. انا ما بعتقد انه بايام يمكن تخلص ولا حتمن ما حقبها شهر او اشهر. حاعطي مهله زمنيه معينه لانه اذا انا قلت اليوم بالقصر وقت طلعت اذا في حدا غيري قادر يتحمل هالمرحله فليكن. انا عملت رئيس وزاره مرتين وهو عندي كل البريفليج تبع رئاسه الوزاره ومني، ورجاء ما تنفهم اني عم بربح منيه، انا عم بربح مني لنفسي لانه هيدا بلدي ووطني ومفروض اعمل فيه الخدمه الاجباريه اللي المفروض تنعمل. انا رايح كاطفائي لحتى ساعد لحتى خفف من هالحريق ما يمتد على الناس كلياتها. وقلت انا بخفف من الامتداد بس انا ما حدا يطفي لوحدي. اذا ما كلياتنا بنحط ايدنا بايد بعض لحتى نطفي هالحريق بسوء الحظ يعني بسمع كلام وبشوف كلام وكل واحد مهاترات واتهامات. طيب شو عنكم غايه اذا اجى شخص وقال انا حجرب انقذ؟ طيب طولوا اعطوه فتره لحتى نشوف حينقذ ولا ما حينقذ. كيف رح تقدر تتعاطى مع الاشخاص ومع مجتمع مدني اليوم مثل ما انت عم بتقول في كثير اتهامات، في كثير انتقادات، مش عاجبه الوضع، مش عاجبه انه انت حضرتك من هالمنظومه السياسيه؟ اليوم شو جوابك؟ المجتمع المدني والمجتمع العربي والدولي؟ المدني. المدني. المجتمع المدني حقيقه انا بحب اتحاور انا معهم اكيد، رح تفتح لهم وبحب احكي معهم وين ما كنت، الفت او قبل الفت وبعد الفت، لاني انا احترم الراي الاخر. الراي الاخر لازم ينسمع. بس انا نصيحتي انه خليكم في تعاون،
خلينا نعطي مهله لانقاذ هالبلد، لحتى ما انه عنزه لو طارت، خلينا نكون كلياتنا سوا. عندهم افكار فلتكن، لما لا؟ بس اليوم ما شفت مشروع عملوا الحراك المدني اللي بقدر اقول انا حتبني، انا حتبنى الاصلاحات، حقدم المبادره الفرنسيه، حقدم كل الاشياء المطلوبه. بس بتقولي لي المجتمع التحرك المدني، برجع بكرر مع احترامي الكامل له ومع 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 محاورته هي ضروره وما في شك عنده. انا اجتمعت مع عده ناس قبل فتره زمنيه كثير كثير عجبوني وكثير بنائين لمصلحه لبنان. اليوم الرئيس عم تقول انه حضرتك بدك تطفي حريق الدولار اللي عم بيطير، الحالة الاقتصادية مثل ما عم بتقول، وجع الناس، رح تكون عندك كتير ناس عم تنتقدك كل الوقت، والقرارات اللي رح تاخدها كتير قاسية، يعني حتى إذا اليوم عم نحكي عن IMF وغيرها، هي قرارات كتير قاسية حتى تجاه الناس، والناس اليوم عم نشوف الصور بلا كهرباء، بلا مزود، على البنزين، كل هالأمور. طيب، بالنهاية بدنا نبلش بحال في مكان ما، في حدا يمكن بده ينسب، في حدا بده ينكره، بس في بالنهاية لو بيعطوا شوية نفس. يعني اليوم انت مثلا بتشوفي باليونان من 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 4-5 سنين صح، كانوا كلياته بالطرقات الجيش والموصفين، ونزل معاشات وقتها، نزل معاشات 25 و50% حتى. اليوم قدروا وقفوا، والرئيس الوزاره اللي عمل الاصلاحات صار هو بطل لانقاذ اليونان. فنحن اليوم انا حتما مني شايفها طريق معبده بالزهور والورود، بالعكس معبده بالشوك، وعم شوفها مبينه معي من اول لحظه. هالتهجم اليوم انت شايفه وبتعرفي، انت اعلاميه، السوشيال ميديا ما بتخلي حدا بيقول مثل ما بيقولوا نيمبورت كوا، مين بيحكي مع مين ما بعرف، كل واحد عنده تلفزيون وعنده جريده وعنده مجله وعنده اذاعه وبيحط اللي بده اياه. فيك تلاحي هالشيء كلياته؟ يعني انا بتطلع مثلا على كل الاتهامات اللي حاطت عندي، بنتشاورنا مع بعضنا نحن انه بنرد. طيب شو مهما ردينا حدا لهم يرجعوا يحكوا بهذا الموضوع، مهما ردينا. الاسكان انا ما عندي اسم بالموضوع، والموضوع ما في اي مخالفه قانونيه، وهي فوائد ساريه تجاريه ومن بنك تجاري، من بنك تجاري، وردت الاموال بعد ما على 7 سنين اتخذت، ردت وكانت تنفذ الشروط المطلوبه كامله، ممنوع بيع العقار خلال 7 سنوات لحتى ما يصير مضاربه عقاريه، كلياتها تمام، مثل هالحاله تمام تحت هذا العنوان بالبنوك بلبنان 8000 واحد اخذ نفس الشيء. طيب وقت يطلع هالملف وتلاحق فيه سياسيا وفريق سياسي بدل بيقول لك عنه، شو بدك تصلحي لا تصلحي؟ كل يوم طيب شو بدك تصلحي؟ اذا هن ما حابين يفهموا الموضوع انه ما في شيء. تيجي بيجوا بيحكوك بعد 500 دولار تبع 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 السيلولر، 500 دولار تبع السيلولر، انا اصلا كنت شريك مينوريتير اقليه عندي بشركه فرانس تيليكوم. فرانس تيليكوم فاوضت مع الدوله اللبنانيه هي والشركه الثانيه كانت وقتها فيلت تيليكوم. طلع قرار من مجلس وزراء أن تتقاضى هذه الشركة 500 دولار بدل وصل الخط، وإذا انقطع بدي أخذ 500 دولار مرة تانية، موجود بقرار مجلس الوزراء، وهي وين الشركة؟ بيقول لك وين 500 دولار راحت؟ بغلطوا بين القوسيون، بين الكفالة اللي حطوها المخابرات الدولية وبين رسم الوصل اللي موجود. بطلع سمعت آخر شيء إنه بواخر النترات بوقتي. أنا استقلت بال 2013، تشكلت حكومة اللي بعدي بشباط 2014، بحزيران 2014 بعد 6 أشهر من الحكومة الجديدة أو 5 أشهر فاتت البضاعة على مرفق بيروت وبعد فترة تنزل. بس زج اسم وتشويه صورة لهالشي. أنا الحقيقة ما بقى عم بكترس لهالشي. إذا 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 أنا عم بيجي أقول ماشي وبإذن الله بدي 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 حتما تكلفت لألف، ما تكلفت لحتى عرائيل، لأني بتكفي مهمتي على الآخر. وإذا تألفت الحكومة بعتقد بإذن الله في بصيص، في أكثر من بصيص، في نور بآخر النفق إن شاء الله. قدي بياخد هالوقت المد برأيك إذا تألفت الحكومة؟ إمتى ببلش يشعر المواطن اللبناني بهالبصيص الأمل؟ ست نايلة، قديش بياخد وقت؟ تعرفي إنه أطور تحت قبطه بزمن بدلهم بيذكروا فيه. مزبوط، بيذكروا فيه. بس أنا بعتقد إنه بإذن الله ما كتير طويلة، يعني بقدر أقوم بهالنهضة، لأني حكيت ومع برا ومع هون هلأ آخر أسبوع حكيت وشفت، لقيت إنه في مجال النهضة الاقتصادية تحصل. علاقة نجيب ميقاتي بالعرب والخليج
خصوصا واليوم كيف اليوم نجيب مئاتي بده يجرب يكون عم بيقرب هالعلاقه ما بين كمان نحن هون بين ايران وحزب الله والعرب والخليج، يعني نحن واقعين بالنص. اول شيء نجيب مئاتي بيعرف حدوده، انا ما حقدر اقرب لا ايران ولا حزب الله على العرب، انا كل شيء بهمني لبنان ان لا ينغمس بهذه الصراعات او ان لا يكون لبنان مركز للتآمر على الدول العربيه، أنا بهمني لبنان. هيدي هي رسالتي، لأنه نحن ما فينا، أنا قلت من زمان وبتقولي كيف علاقاتك، لو علاقات لو هن يعني كانوا ينظروا لي نظرة جيدة أو نظرة سيئة هذا لا يؤثر علي، لأنه نظرتي الوحيدة أنا ما عندنا خيار إلا الخيار العربي. نحن ما فينا نمحي تاريخنا ونمحي انتمائنا. نحن اليوم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي نحن ما بنقدر، لو انا قلت مره بمقابله على العربيه ان طلعونا من الباب بدنا نفوت من الشباك، نحن وياهم بدنا نكون سوا، وباذن الله اذا تالفت الحكومه حتما حيكون في عندي جهد لاعاده ترميم هذه العلاقات واعاده لبنان للحضن العربي حتما. وبقول لك برجع بقول لك بهمني لبنان لا يكون مركز للتآمر على اي دوله عربيه او اي نظام عربي. كنت عم تحكي عن الوضع الاقتصادي والدولار اللي طاير، قديه اليوم عندك يعني قديش برأيك الدولار اللي طاير هالقد قديش اليوم رح يرجعوا ناس يقدروا يرتاحوا شوي والوضع الاقتصادي يرتاح مع هالوضع المعيشي الصعب؟ قصة الدولار قصة هو عبارة عن عرض وطلب، بس العرض والطلب كمان بدك جو سياسي مريح لحتى يعمل نوعا ما بالتوازن بين العرض والطلب. هلا نزلته نزل على الاخبار السياسيه، بس هل هي نزله طبيعيه واقتصاديه؟ لا. هل هذا سعره الاقتصادي كمان؟ لا، سعره اقل، سعره يعني الدولار اقل من هالسعر، بس بيقدر ينزل بسرعه؟ ما بعرف اذا بيقدر ينزل بسرعه، بس حنكون كل جهدنا انه خاصه مع مجيء المساعدات الخارجيه اللي بدها تجي على لبنان، هيدا حيعطي نوع من سبلاي زياده بالسوق، حيعطي نوع من عرض زياده للدولار، وبالتالي ممكن تخفيض الدولار. نحن اليوم همنا الاساسي اليوم كان في يعني تتضايق وقت تفكري انه المطالب بديهيات الحياه الصغيره صارت مطالب كبيره. الدواء، رغيف خبز، تربة بنزين، حليب. طيب نحن على هلا يمكن موجه جديده من الكوفيد كمان موجه جديده من الكوفيد. يعني اليوم عم بيخبروني وعم بحكي وعم بعمل اتصالاتي، مثلا طرابلس ما عم تتزود بالمازوت ابدا، وكل المطارات بالشمال مضطره توقف بكره، ما بقى في كهرباء بتاتا بكل الشمال، عم بسعى انه نقدر نامن المازوت اللازم بقى، وهذه كل المناطق هيك، كل المناطق عم تنصاب بهالشيء. بدنا نخلص من هالقصه، بدنا نطلع من هالقصه، بدنا نعيش بقى حياه طبيعيه. بقدر، قلت لك حاعمل، انا خطيت هالخطوه لحتى بإذن الله الله يساعدني، وقدر أول شيء ألف الحكومة اللي هي فريق عمل، وشغلة تانية قدر حقيقها. هل أزعجك أنه الكتلتين أكبر كتلتين مسيحيتين ما صوتت معك؟ ما سمتك؟ الموضوع أنا كمان الديمقراطية مهمة، منيح أنك خدتها 100%، يعني 99.9% أخذها كمان منها حلوة. هلا هن هذا رايهم، وانا حسب ما اتصالي معهم وحديثي معهم للفريقين اتفهمتهم انه مش على شخصك، هو على نحن جينا انتخابات، اذا نفوت بحكومه وحتاخذ قرارات قاسيه نحن نتحمل مسؤوليه بهالسبع اشهر. نحن بنفضل هالسبع اشهر نضحي وخذها انت، ونحن ندعمك من برا لتعمل الاصلاحات اللازمه، ولكن نحن عم نطلع على 4 سنين انتخابات. بقدر اتفهم الموضوع، يعني بقدر اتفهم، لانه بقول لك شغلي انا مع الفريقين المسيحيه، علاقه شخصيه عندي ممتازه، علاقه شخصيه وعلاقه بحترم الطرفين، وعندي علاقه كثير منيحه، بتفهم هالموضوع. كنت بتمنى نقول كلياتنا بقارب واحد لحتى ننقذ الوضع، ارادوا ذلك ما فيني حتى انا حجه انه لانه ارادوا ذلك، لا، يعني في ما بعرف كان في شيء 20 نائب بعتقد مسيحي صوت، اصبح النفاقيه موجودة، ومثل ما قال الرئيس بري امبارح، الميثاقية ليس بالتسمية، الميثاقية بالتشكيل الحكومي، حتما تشكيل الحكومي حافظ على الميثاقية نص بنص،
وكل فريق ضمن النص شو في عنده يوزع على بقيه الطوائف او بقيه المذاهب. فما بعتقد عندنا رح تفتح الباب للمحاصصات وكل واحد من هون، او رح يكون قرارك انه حكومه تكنوقراط وهي للانقاذ؟ هلا مثل ما قلت ما بدي لاحظ شروط لا شو شكلها ولا شو عددها ولا 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 انت بتتشكل ولا شيء. بترك الموضوع يعني اليوم اي كلام احكيه حيكون نوع من تحدي يمكن لشريك الدستوري، فاذا تحدي حندخل بتحدي وما حنوصل لحل. انا بدي اوصل لحل، ما بدي اروح بتحدي مع حدا. انا مش هدفي اني اتحدى اليوم فخامه الرئيس او تياره او اي شيء اخر، انا هدفي اوصل لحل حتى انهض بهالبلد. تنهض كانوا يحبوا حسب نظرتي وحاتشاور معهم. بقى بيجي بيقول لك لا ما بقبل وبقبل وما بقبل حدا، بكون 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 بلشت بمرحله التحدي وهيدي لا اريدها ابدا. خاصه انه الرئيس عون باحد مقابلته الصحفيه كانت رسالته انه نجيب مئاتي يحسن تدوير الزوايا وهو مرن معي بالموضوع. بقى بدي انا ترجم هذه المرونه وبدي اسعى انا وياه انه ندور الزوايا. اخر سؤالين، عشيه 4 آب، شو رساله نجيب مئاتي لكل اهالي الضحايا ولكل متضرر ان كان جسديا او حتى راح بيته؟ 4 آب كارثه كثير كبيره. يعني انا عندك شايفه هون بعد لهلا ما خلصت، صار لنا سنه ما خلصنا تصليحات و كارثه. في ناس راحت بيوتها كامله، وفي ناس استشهدت، وفي ناس صار عندها عهاد دامه. يعني ما بقدر شيل من راسنا هذه الكارثه. هذه الكارثه بحد ذاتها بدها نوع من تاسك فورس، من قوه، من شيء معين يقدر يحل كل هذه المشاكل الناتجه. صارت هلا بدنا نشوف كيف صارت واذا مزبوط هذا التحقيق. بس حتى التحقيق اذا شو ما طلع، هل فقط بيكفي غليل هل اخذ على عمره؟ نحن بدنا نعالج هذه المواضيع وبدنا التحقيق ياخذ دوره كامل. كيف فتت هالبضاعه وكيف توردت وقديه كان في بالعناقر وقديش اذا طلع منها شيء مثل ما عم بيحكوا. بقى لهلا ما شميت شيء، صار لنا سنه. بس بعتقد انه القاضي بيطار جدي حسب ما بسمع عنه، هو من الشمال، قاضي كثير جدي لا يسمح باحد ان يتعاطى معه، عنده ضمير وعم يشتغل ضمن هذا السياق. بتمنى انه يوصل لنتيجه. بس انا بقول لك انه حيكون في عندي من جمله المساعدات والقوه اللي تجي، ححط نوع من شغله معينه هي الاضرار الناتجه عن 4 آب، كيف ما نخلص فيها، كيف بدنا نخلص فيها. لانه انا بعتقد بعد خلص اشياء بسيطه صغيره، بس اشياء كبيره بعد ما خلصت. يعني انا بعطيك مثل صغير، اليوم عم بيخبروني انه سرايا الحكومه بعد ما تصلح فيها شيء وعندها تكلفه لتصليحها 3 مليون دولار. اليوم الدوله اللبنانيه ما قادره تجيب قلم النفوس بطرابلس، ما في وراء للطبع، ومثلها جريه بكل محلات لبنان، ما حتدفع تصرف 3 مليار لحتى تترمم هالاضرار. ولكن بدنا نعمل نوع من فريق عمل متخصص لدرس كل اضرار اللي انعملت الناتجه عن 4 آب لحتى تقدر نطلع من هالموضوع. رسالتك للبنانيه، ان كان اللبنانيين واللبنانيات يلي اليوم بالنسبه لإلهم هذا اخر نفس، قطعوا الامل وحتى صاروا عم بفكروا كيف يهاجروا كلهم. صحيح. انا قلت بالنهار من شي شهر ونص مع الصحافي ابراهيم بيرم، قلت لبنان خسر 3 مميزات. الميزه الاولى النظام المصرفي اللبناني، والثانيه هي التربيه والتعليم، والثالثه هي الصحه والاستشفاء. حقيقه هدول كانوا جاذب للبنان. يعني اليوم بيقول لك مثلا انه السياحه، والله العراقيين متلين الشواطئ ومتلين. نحن لو المستشفيات موجوده ومنيحه كانوا كلياته حيجي عليها. هلا الهدف انا عم اقول للبنانيين، اذا عم تقول ندائي للبنانيين، ندائي للبنانيين معلش خلينا نحن شوي صغيره، قطعنا كثير مرحله كبيره. رجاء نعطي امل. وانا بوعدهم يوم البلموس انه الوضع خارج ارادتي وخارج ايدي، وانا شايف انه الوضع
لا يصحح بهذه العقلية هقول انه يتفضل غيري يتحمل المسؤولية. انا طحشت احمل المسؤولية ما لقيت غيري حدا هجم. حدا بده يرجع يجي يتفضل ما ينتقدوا كلهم عم بيقولوا نحن على شفير الهاوية والآتي اعظم. الآتي اعظم صحيح طيب لا طيب شو بده بخلي الآتي صح وانا عم اتفرج عليه وانا مسؤول؟ انا عارف الآتي اعظم ولكن هدفي اني خلي الآتي باذن الله يكون ابيض ويكون اعظم للخير من عظمته للشر. هيدا اللي عم جرب اعمله. بتقولي عم تحلم؟ بقول لك عم بحلم بس اللبناني صار حس انه لازم يحلم لحتى يمشي بهالشيء، لحتى يطلع من هالجورة اللي نازلين فيها، ليطلع من هالاتون النار اللي احنا فيه، ليطلع من هالتدهور والارتطام اللي احنا فيه. ما بقى في مجال، ما بقى نحن رايحين على تفكك تام. هل هذا اللي بدنا اياه؟ انا خطيت هالخطوه لحتى اذا طلع بايدي لو مثل ما بيقولوا غرسه بذره تمر اقدر اخر هالارتطام انا بكون ثوابي للناس ثوابي عند ربي. شكرا، اهلا فيك.